نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أهل كسو جرني كتاب الكبائر للحافظ الذهبي وحنا دحمرين الكبيرة اللي يطبناك. وقال نبي الكبير عليه الصلاة والسلام ثلاثة صدح قف، معناها صدح قف أما صدح نوع، لا يكلمهم الله إله إلا هم ما يوم القيامة ما لنت قيامها، ولا يزكيهم إلهين الظهير ما هو دروب توضع في ما، ولا ينظر إليهم إلهين في رما أو رحمة ينحرسك في رما، ولهم وحاوسنا ذي عذاب 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 كاسو أليم مؤلم حنوشية. صدح رميك وريا وحويا شيخ ودق دق عصو زان وزينيستا دق زينيستا شيخ أجوزر وعلمت إيه كاس وحويا إلهي وإن سبحانه وتعالى الله لما مالت قيامها إلهي أما الظهير وقول لي يهي عذاب حمون بضان والمليك بقر كذاب بين علاء من بقر أمام لحوينا أو بين علاء إلهي وإن سبحانه وتعالى الله لما يمالك قيامها من الظهير يومنا كفيرين يا الرحمة عذاب حنوتيون لي وعائل إيا فقير مستقبل سلوين إلهي وإن سبحانه وتعالى الله لما مالك قيامها من الظهير يومنا كفيرين يا الرحمة مركا لما انزرين وحارا أما الشعب هكذا عدنا الشيء بيمتنا وحارا أما بغر هكذا عدنا رعيبا هكذا عدنا aan kibir kuna waa haaran laakiin sabbixdan maxaasi gooni loogu qasisay waxa loogu qasisay waxay tahay sababka qofka ku hanbaara dambiga haduu qawi yahay xoog leeyahay iyo haddii sababkti ay daciif tahay dambiga islaamid ma aha sabbixdan beentan wax ku hanbaaro ku qasba oo asbaaba ma dhahir ma waa daciif مرك الدروب تان سمين تاي سمين يان وحي تصيدا خبثي طبعي أب ووحي يان كسوغا إني تأكيرتو سببتو أفيري أوري دأ جاري شهوذي سوا ضعيف شهوذي سوا ضعيف عمري أهدو وانسما يكو وانسما واصوما لدرس السبب تشوغي زروح وقدير هذي وخبثي طبيعي أب ووحي يان كسوغا ee waxa weeyaan wax ku xambaara oo qawi u bajiro sabab qawi oo ku xambaara ma jiro sidoo kale nin ilaahay weyna subhanahu wa ta'ala ugu nicmeeyay saldano oo asagii boqor ah oo asagii wax hukuma cabsi ku xambaarta inuu been sheego ma jirto ilaa asagii suldadii iyo xoogii alla ma kaliye been marka hadduu wax ku dheereynayo او دكيسي شعر كهي مسلم كي بينو شيئيو وخبث الطبعي او كجر اي الدين حمو ان عائل مستقبل افقير كا قفكو هدو همتي هايستو همتي دو وحيالها وحي كمنتا هاي كو حنبارا قفك كيلير كا الهي ويكبت بادي سبب كاس او وحوين سبب كاس ما هايستو اساقو سيداسو اسلوين يهي وخبث الطبيعي او كجر oo waxa weeyaan oo diin xumaha ku jira marka asbaab ku xambaarta dunubti oo aan jirin ayay dunubti ku amsanayaan waa ka dambi weyn dadka asbaabti dambigan ku xambaari leh ay jirto oo sidaas u sameeyay rawaahu muslim ayaana hadiis ka wariyay waqala nabiyyu xudhu alayhi salatu wa salaam hurmatu nisaa'il mujahidin mujahidin tahween kooda haaraanta ay haaraan ka tahay alal qaaidiina kuwa jihaadka ka fadhiya ka xurmati ummahaatihim hooyooyinkood xurmadeed oo kale weeye zinada waa soo marnay way kala xaaraamsanta kulli waa wada xaaraan kullina waa kabiira haddana way kala weynta haddana way kala weynta islama eka dembigu dembiga islama eka
ان مركا النبي وحده عليه صلى الله عليه وسلم حوين كمجاهدين تكون مشغول سان دينتا لكل يريدهد رج كفديه جهادك سيده حرام او تاي زنا عادي وكسي وين وكا وين توصيله هو يلو حرام او تاي حرام غطا وحنا اركي دونا محارمتا حوين كمحارمتا زنا لو قفكو كزينيستو اني تاني كرتب ان لدي الاسغا دم او ان حدكي زنا لو كلا لو اوفي اي قتل قورتا لغا غويو وانا كيني دونا وكا وين تاي زنا عادي marka kan ka sineysta haweenka mujaahidiinta waxa kale ka sidaa soo kale wama oo waxa macnaha dambiga halkaas uu kale mid yahay qatliga kama hadlay wama min rajulin qaf ma jiru nabiga sallallahu alayhi wasallam rajul kaso yakhlufu khalif uga noqdo rajulan min rajul ka mid ah mujaahidiina mujaahidiinta kamida fi ahli ehladiisa oo fa yakhuruhu qiyana fihim fi ahli ku qiyana illa waqifa wala soo joojiya lahu rajul kas إلا وقفة خائن كي اللي سوچوچي له للمجاهد مجاهد كي اللي سوچوچي يوم القيامة مالت قيامها فيأخذ مجاهد كي وقاطا من عمله من عمل الخائن خائن كعمل كيس ما شاء انتو ربو كقاطا نبي يقول له صلى الله عليه وسلم من كستا ومن مجاهدين تكمد إيه كيس وقاليف نقضة إلا وحا حديثة صحيحة قصنا عطي منك مجاهد كأه منك إيركي سوى قريف نقضة أو خير وقا قريف نقضة إنه مجاهد يهي ووحا ويان إيه لدي النفقة دودي كوالقبيد دودي بريال كودي وارديه دي وقا ورقبة هذه مركب متكالة وصنا يا خيانو أما كي لو بيتك يا هذا متكالة إيقوفك دين تكور يريد دي كون مقنا إيركي سوى الدلم مرأيو مارن كقيامة وهل سوى تابن خائنك مرك مجاهد كينا ولا سو تاغي مركا اسلي هي اجر كيس انت رتا كا قادو نبي مركا سوخ يقول صلى الله عليه وسلم فضا ظنكم حابو ملائنسا حابو ملائنسا نتنا معناها من قيامه تاغن او الهي هور تاغن او حدي اي كان نقصان تو ان ير او ميزان النار انو كو دعا او واخ وين مذكره او ليد قف كاس اجر كيس انت رتا كا قادو واخ ما كتغيا ساس وي حابو ملائنسا محنا قيار اللوسي غرام هدو كده من عبارة قطره كتيره مركا وحنو كتاقا سورتا قلمها مركا وارين قف إيمانه ووحو ويان آذ وعب صدو عياذا بالله رواه مسلمان حديث كوريه وقال نبي محمد عليه الصلاة والسلام أربعة أفر قف يبغضهم الله إلهي بوي عروده البياع قف وحقبة الحلاف إطار تبرا قفك وحقدا مشتري يا بائع لبدا بيع ولا سيره وها وين قفك وحقدا اي دارت بدن او كو دارت بدي عبا والله انت سنت سوبح والله هديرم انت اسكو ديدي والله اني غبا يغما فديو والله وكيف احنا اولي قفك نو عاصا وامت الهي وين ادو سببته اه مدع الله وحو او وينن كبدان او وحو ربا انو كو غوستو انت بين او دارتو اد حارام او ادوية حقيرة انو كو قوصو ربا ملك الله نبي عيسى قفك انتبين او بارت وليبه هادانا ربا انو كو قاتو وحيرو ادوية الهي عربي ساكو دعوه وان قفك استو مومن مكا كفو قاد وقاسة تنسيد ايضا نتنار بضيبه والا اسكيره والا كفو قاد كالالات نوال فقير فقيرك فقيرك المختال اي فاچير تما فقيرك متكبرك او اسلوي الهي وو عروده sababto a sababki ku hanbaari laha waxa weeyeen kibirka may jiro ayadoo sababti jirin maadaama uu dambigi ku dhacay waxa weeyaan waa dambigaas wuxuu tusayaa khubsi tabiiia oo xumaan oo ku jirta iyo diin xumo inay tahay iyo washay khuduqa azani isriste ama ajusala sinaysata iyo wal imamu imamka aljairu ee jaaika ho dhulmiga wax ku xukmiya ee xaq ka leexda maxay la asbo ilaahi awoodi makaniyay oo waxa weeyaan aan cabsi naftiisi u qabin oo waxa weeyaan faqri aan ka cabsay haduu hadana dulmi ku darsado dadki ku dulmiyo waxa weeyaan ayagoo ilaahay amray adli taasa ilaahay aradiisa ugu dhacayda akhrajow nasaa aya hadiiska soo saaray waana hadii saxiixa sheekh nasir ibn albani sunan saxiix sunan nasaa ayuu ku saxiix yeelay وقال الحافظ ذهبنا وحده واسناد وحديث كان سند فيسو صحيح وصحيح واعظم الزنا اذا ما قال الذهبي قال الذهبي وحده واعظم الزنا زنا وين
الزنا وزنا بالأم هو يدس قفه كسنيستو تنقوه يوا مداس والأخت ولا شيس وكسنيستو أما كو أبي هويا أما كو أبا أما كو هويا والأخت ولا شيس وكسنيستو وامرأة أبي أبيه سوينتي سينو كسنيستو وبالمحارم محارمتي وكسنيستو سيداس هو لكن محارم تكاها وهو حويان على التأديد حرامت وغن نقضي ee waxa weyn uu khalwada is aan u gari karay ee soo khalwada uu xaraamta ay ahayn oo la safri karay dadka noocaas ah sirada laga sameeysta ugu weyn waqad saxaha al-hakim hakim wuxuu sahih yeelay wal uhdatu alayhi masuuliyaduna wa dushiisa ku wuxuu iska ila hadiisku uu saxayn ugu xafid dahab marka hadiiska hakim sahih yeelay laakin asaga damaan ayuu leeyahay uhdada waxa la yiraahdaa ad-damaan wal kafara ayaa la yiraahdaa masuuliyadeedana asaga aleha وخو صحيح يا لي من وقع منك كدعه على ذات محرم اسلام محرم صاحبه او محرم كيسا فقتلوه الدرع صاص حديث كاس اي وريي او صحيح يا لي ان حديث كاس مركا سند كيسا وها كجلن لا ابن ابي حبيبه امام البخاري وفي رواه منكر الحديث حديث كاس ومنكر الحديث حافظ ذهب لا تبي سنوا ضعيفيه شيخ ناس الدين الباني سنن ابن ماجه ايو كو ضعيفيه وانا حديث ضعيفه وفي الباب بابك وحا كسوغان او اه بابك وشيغيا محارم تزينبود اني قتل كيني دوي باب او كارلا مركز وفي الباب بابك وحا كسوغان حديث وحديث منها حديث وحا كميدا حديث البراء براء بن عاصم حديثي اوريي ان خاله خال البراء براء براء ابتديس بعثه النبي نبيك عطيري صلى الله عليه وسلم وهو در الى رجل نكاس عرس غورسدي بامراه ابيه ابيس اسلامتسي اسلام ابيس كدنت نين غورسدي ونبي ودر صلى الله عليه وسلم ان يقتله كبدل انه سو دلا نبي ودر ان يقتله انه سو دلو ويخمس اون خمس كبهي ماله مالكيس انت مره كسو غوي مالكيس انا قليما لا غبغو خمس نبي نو ان خمس نكاس كبهيو حديث كنا واحد صحيحه وحديث صحيحة شيخ ناس الدين البان وقوك صحيحة لصحيح سنة نبي داود الحديث كان مركا ننكيز محرم كيسي بوسدي هل سود النبي صلى الله عليه وسلم ايمال معناه يكون فصيرين مركا وحن سوقا بين بالألقاضي شوكاني وغير الإمام شوكاني حديث كان دليل وحقوقيه أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيات الشريعة إمامك إنه خيار إليه إنه أمره قفك قلافة وحيالها قطعياتك وحرامها قعن قفك قلافة يقول دعا هل الدليل به كرب قفك قلافة قطعيا من قطعيات الشريعة كهذه المسألة محايرة وقالوا فإن الله تعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلهي وإن أقول لي هبور سننا أبينا وين كبور سنين ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم أبيالكنا وين كبور سنين هبور سننا وقطعيات مرة إنه حرام طهي لكن مركوال كاسكو وغيري ولكنه لابد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلا waxaa lagu xambaarin hadiiska ninkaas nabigu Ilaahay la soo diro inuu ogaa tahriimka asagoo ogna uu guursado xaraashaday mar hadii marka qofku dambiga xaraashadana waa kufri wadaalika min mujrat al-kufri wal-murtad yuqtam min marka waxa weeyaan qofka maxaarintiisa guursada asagoo og ee xaraashada waa ridi marka murtadna waa la dilaa waxa kale hadiiski ku cad murtad ka maalkiisa in qaniinaha loo xisaabino khums laga bixin waxa kale too wiir hadiiska waxa ku sugan waana sida imaam maalik uu yiri in qaadiga in sultaanka uu tacsiirta qatli gaasi karo marka gaba ayuu qofka xataa dad loo dilay inuu gaasi karo waxa weeyaan qatli tacsiirta marka gaba in la gaasi karo adigu masaa'ilkaas ayuu sheekay min jilladka waxa weeyaan todobaadna il awdaarka جزء وهي تضارب صفحه 212 الكبيره الثالثه الثالثه عشره كبيره صبحيه طبنيره الامام ومرحوينها الغاش قائم كاه لرعيته شعب في سنه قيانه
الظالم اي الظلميه ابي غوبا يا مالكودا يا شرفتودا ظلميه الجبار اي بدك قصبه كاس ويان كبيره لا 13 الجائر اطق وحوين مسخره القرانته وحوين وامدك عادلك انا هين جبار لكن مسخره لا الجبار ومدك بدك قصبه بعضك بو قصبه جائر ومدك ظالم كه ان عادلك اهين ومدك عادلك اهين قال الله لا يقدر تعالى اله واسر اياه انما وحكل ماهن السبير جد لو عقابا وحو كركيس اهاد وحي كركيده اهادين على الذين كو يدشود يظلمون الناس ضد ظلمنا انما وحكل ماهن السبير جد لو عقابا على الذين كو كركودو اهاداي يظلمون الناس ضد ظلمنا امال كودا نفتودا ارضغوا ظلمنا او يبقون قردر صنايا في الارض يقول كركيس بغير الحق حق لان كو قردر صنايا اولئك ضدك ضدك الظلمية اي دولك كركيس بقيك كو صنايا لهم وحا وصلنا بي عذاب 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 كاسو أليم مؤلم حنوشية مركا نحن شايتك الوحا ويمحضو ظالم نقضو إمامك اي دولك كركيس فسهاليو وحا ويان إنو كمديا ضدك الله يضوهي عذابك وقال تعالى إلى وغيري كانوا وحي أهيين غير بنو إسرائيل لا يتناهون كوان اسكريبين عن منكر 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 كاسو فعلوه أي سميان منكر حبيب بعد قوت سميان بعد كلك من ريبي جرين إلى وغيري سبحانه لبئس ما شيء يبلا يرى هذا كانوا أي أهيين يفعلون كوان سميان مركا هل كي إمامك أغيره إلا وحي لا يهد لأي غير بنو إسرائيل وخو وجيره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قفكه وهو هري كو جيبان واسغبا اذا وهو هري واسغ الا سلطه يليه مركا ايته وا عام لكن اذا وهو هري او ايته كو دحايسو او وحا ويان اسمي حنبار يا ابو سمنكر كريم واسغ سببته اسغ صبح لي بوا اودا مراتبتي منكر كلو سوري جيري انو قلبك كان انو عربك كهدلو اي انو غانت كو سوري انت با هو اودا اسغ marka koow waxa id kasto awooda awooda ee ka gaabiday ayay aayadu ka hadlin haddana id dawada awooda ee ka gaabiyana ugu sii daran marka meesha uu aayada ka dirishana waa halkaas xaafidku wa qala nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam kullukum damantin ra'in ilaliyatin qof kasto in kamid ah ilaahay waxa uu raaciyay wa kullukum damantin mas'ulun wa la waydina an ra'iyati wixii la raaciyay marka xadiithka waxa uu horeeyay dadka wal imaamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati ma xajeedku inta imaamku waa ra'i wuxuu ra'i ka yahay dadka uu xukumo waxa laga rabaa inuu xifdiyo diintooda iyo adduunyadooda wax kasto uu awoodo oo barar ah oo uu ka celi karo uu ka celiyo wax kasto oo maslaxa uu soo jiidi karo uu soo jiido intaasna maamulahi waa la weydiin inuu kulliyati khamsada hawada waardiyeeyo oo shacabka diintiisa waardiyeeyo oo naftooda waardiyeeyo oo irdigooda waardiyeeyo oo aqligooda waardiyeeyo waxa weeyaan waajib ayay ku tahay waana la weydiin wixii uu ka gaabiyo wa qaala nabiga wuxuu yiri alayhi salaatu wa salaam man ghashana qofki naqiyana falaysa minna naga mid maahan nabigu wuxuu ku yiri xadiiskaas nin badar uu suuqa ku gelayay oo roob ku soo dacay uu meeshii qoymeed hoos mariyay meeshii qalameed buu soo kor mariyay markaas nabigu wuxuu yiri naga mid maahan qofka naqiyana نقام مثل بعض العلماء يكون فصلا ليس على طريقتنا وصنعتنا وآداننا طريقة يهدي لكم الصعود لكن سفيان الثوري وإن كراء صور مثل هذا تفسير كاس إرجاء سوء قريب كراء ليس من منا ليس من ملتنا عن الله نهي إمام الترمذي أيام مطمئة يكون صور نقلي هذا الكاس إنه تأسيد أسبيل كري وعلي بن مدين هو هذا الكاس شيئا marka ala kull hal in ahlu sunnah waxay qabaan takfiirin in aan loola jeedin laakiin ay macnuhu tahay diintii uu ka leexday wax kamida diintii oo miladii nabiga ayuu ka leexday wax kamida hadba shaygaas uu ka leexday oo markaas laga hadlayo marka falaysa minna sideedaas ugu dureeriyo ayaa waxa weeyaan ugu wanaagsan ayadoo la cadeynayo in aan loola jeedin waa un murtad mar walba marka fiiri halkeen ka dhalishan min badar meeshii qoyneed hoos mariyay meeshii qalalay kor mariyay xadiisku ka leh ma garato oo nabigu inta gacanta hoos u galiyo meeshii qoyneed soo saar markaas uu yiri qofka naqiyana naga mid ma hadana xaafidu gaari wuxuu u dayishana imaamka
ده امام كا دات كدين تودا ادويه ودا مسؤول كاي مركا حدوق باعت ام قوايو او دينتي وردينتي نفتي وردينتي مالكي وردينتي س عقلي يا اردغا وردينتي س او واخ كاستا او ديب اه او كو ايما كار او اودو اوسن كايرين واخ كاستا مصلحه امداس اوسو جيدي كرما اوسو سو جيدين اي او دانا كارتا كوودو اما سدينتي يا باتنمادي او ادكر كايبيو وحو اكبر غشوي وافيشي كانو وين هلكاس وكدري شرما فين تاسارا كدارم مركز سليه نغامت ما حقف كان قيانا وان قف باعت النصح او يا مسؤوليه دي وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم كدربا ظلمات ومجديات يوم القيامه ما لن تقيانا مجديال ويه غردرهو ما لن تقيانا ما لن كقيامها وحويان قف نور هيستمجر الا قف مسلما ما هانه قفك مسلم كان نور كيسا وحو وينا بقتل ظلمه اسلام نور كيسا وحو لا اتان بقتل اسلامه مركا بقتل ظلمه وروينا نور كيسا قفك مركا وحو ويان مالن كاس الدون كظلمي صوحا بارسا بي مالن كاس ميل مروغة بضان او صلاتك كو كيسا نور كو بدلي ايادا بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايما رائن قف كستأو مسؤول اه فائقا صغش قيانا رأية تودك ومسؤولك كيهي فهو قف كاسو في النار النار تايو أحابي معناها النار ويجسيه سا إلهي هدو دونان ها أفيو هدو دونان ها المرسيو لكن ونار جسيه سا وصاس حديث النوح حسن النار تو أحابي مركا سيدي وحوين هدو قرآن كصريح سؤو يهي وحوين إن هدو دونان الله أدافين هدو دونان الله أعقاب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي لمن يشاء مالك جزيه سوى ناروي قف كستا أو رائع أو مسؤول أو ضدك ومسؤول كي يهي قيانة أو أن باعت النقونا لغالي قف كوح على ربا أول ديس إنو ناصح يهي ضدك ومسؤول كي يهي إنو ناصح يهي ضدك ومسؤول كي حديث كان إمام أحمد يقيم كذا وري واحد صحيحة واحد صحيحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استرعاه الله قفك إلهي كإلالين ضلبه رعية شعب بد قفك إلهي كإلالين ضلبه ومسؤول قد يمعنى بدا إلهي مسؤول قد يمعنى من استرعاه الله قفك كإلالين ضلبه إلهي رعية ضد ثم لم يخطها أنكو كوبين ها رعيتي بالنصح قير ميرد قير ميرد أما باعت نمو نصحك وحاوية سيدو شديه جري شيخ شريف عبد النور وحاوية وطاعت نمو طاعت إنا قطعي مركا طاعت قطعي مكا وحكستاء ضرره الأودوة كئري وحكستاء مصلحات الأودوة أسوكيري ليلة نهارا مصلحات كستاء الأودوة أسوكيري وحكستاء ضرر ودين توضع النفط توضع المال كوضع إردق وضع عقل كوضع وكئر علي إلا كل بلشدي أنت مسؤولك كطعي وإن دوارديه marka wayna baad nimo u tahay oo ban juhdi aad awooda ka hakran qof marka aan nusxi ku koobin ma jiro illa haddu jiro haram allah alla wa ka haram tinimeya alayhi korkiisa al jannata janaba ilahay janaba wa ka haram tinimeya alfada marka sidaas ah oo qofkii dambi kufri ka yaleey ra janaba wa laga xarimay in aaymada sunnada ila saddex bariiqay mara qaar waxa yiraahdaan in badan oo sarifka kamid ah sideeda in lagu dureeriyo oo aan sida nabigu u yiri loo yiraahdo waana sida waxa weeyaan maxal shaahidki laga lahaa ugu oofinta badan ila waa tarhiib absi gariintana sida ugu fiican waa sidaas taas waa dariiq dariiq labaad in la yiraahdo waxa weeyaan alla jannada waa ka xarima oo waxa weeyaan jannada ma galo dukhulan mutlaq oo mudda laga xarim mudda laga xarimino waxa weeyaan hore kama galo wa in la soo ciqaabo kadib uu jannada yimaado taasna waa macnaha labaad macnaha saddexaadna waxa weeye hada jazaa wuxuu abaal marin u leeyahay jannada in laga xarimo haduu ilaahay doono marka waa ku abaal marin haduu doono u dhaaf saddexaas macna uu ay ku fasiraan culimada ahli sunna wa fi lafi waxa ku sugnaa yamuutu marka waxa weeyaan hadiiska qaybta hore la socota waxa weeye manistar ahullah qofki ilaahay ka ilaalin dalbo raciyatan bad
ثم يموت دنت ويما هلكاس كو جيرتا لم يحط هذا ما انت كرس قبر ثم يموت دنت حين وقت يموت دمانا والحال هو سو غاش من قيانا او يهي لرعيه دكي ومسؤولك كاها الا حرم الله الله وكحرمت من عليه كركي سال جنته جنبا قفكي الهي باتو ديلو او مسؤوليه ديلو او دنت مالك دمانا اسغو خائن وشعب كيسيقي ياني إلهي كمدوا تحرما متفق عليه وفي اللفظ واحد كسبنا لم يجد مهل الرائحة الجنة كان هذا عرفت إذا حتى مهله إنه قال إسكت داية كان هذا عرفت إذا مهله إنه قال إسكت داية وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة تضنقف أمير كأهمتك تضنقف إيا فما فوق آية تجي تماشى سيدو إلى الحافظ المناوي كتاب كفيد القدير كمجلك التضنات وحويان ما من أمير عشرة طوبان قف مرحك أن نجره إيوما فما فوقها وحكا كرهي إلا هدوجره يوتا والا إمانا هو أمير يوتا والا إمانا به أمير كاس مغلولة حالا أيتا مثل خير يده نسخوين كقالنا يده يده أيها قران يده لذي سكعموت أيضا الله خيري نسخوين كقالنا يده قعنتي سيضا الله خيري الى عروقه قرتي سلوه حنا متى يد ودين الى واسق عموم مفرد مضاف الى معرفه يعم ولد احمد وسلس وغلي ومفرد معرفه لو اضافه هديه الدهر الى انا وابعد لبد والعدي مركه قف كستا ايمان انت ادوك انت جوه طوبان قف مسؤوليه وقاده مالك قيامها لبد احمد وقورته وخينا لكين مركاس لكينو كديب ايا متى وقت انت انا كدنبين واتنا ما من أمير عشرة طبان قفك مرح النجيرو إيه وحكا كرية إلا يوتا ولا لا إمام به أمير كاس مغلولة حالا أي تعميد لحيري يداه لبدي ساقع موت إلا عروقي قورتي صلو حيري أطلقه وحا أمير كاسي دينا يحارق كفوريا عدله عدالة ديسي دو عادلها عدله يحارق كفوري أو أمسه أو بقه وحا هلاقي جوره ظلم ديسي waxa weeyaan hadduu caadil ahaana cadmiga iyo xariga ka goyo hadii uu waxa weeyaan jaahil ahaana jawrkiisa iyo halaagay oo naarta ku sii tuuray oo baqahu waxa halaagaya jawruhu dhulmigiisa iyo jawrkiisa waana hadii saxiixa saxiixu jaamicu saqir ayu ku sugan yahay ku saxiixi rashid nasir ibn albani waqala nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam allahumma allah man wariya qofki tawalliya min amri hadhihi al-umma ومدان ارنتي بحالو كميد هي شيء ام شيء اللهم الله من ولي يقفك توليو قبطا ومسؤول كنقضا من امر هذه الامه ومدان ارنتي بحالو كميد هي شيء ام شيء او فرفق بها ومد ادن فيا ان حريستا رحمت ان نقضا اراريا انها فرفق به اله ان حريص ادن اله ادن ومن شققك ببا عليها امضاس اعانون حريصا فاشقق عليه الله دب ودباتك صلى تسوير النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم يعني حديث كوري وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون وحسنا دونا امراء مضح امراء سوى فسقط بعد الهي كبح يفاسقين امراء سوى جوالة جائرين وحق كل يحدي عقلك فمن صدقهم قفكي أرهمية بكذبهم بانت بانتو ذا يدعى يدعى قفكي أرهمية وأعانهم كوك عنسية بانتو ذا وأعانهم كوك عنسية على ظلمهم قد ردو ذا فليس مني إقامت معها ورسل منه كلمة معه مرح ظالمين فاسقين الجوراء أيها إماد دونا قفك بانتو ذا أرهمية وقو كلمة يظلمي قو ذا أنك كلمة معه أصلا إقامت معها ولن يريد ملك سوء أرير الدون علي كركي الحوضة بركة حوضك نبي محمدنا كما عبد دون وقفك النور عاصر نعوذ بالله من الخذلان إلها كما ينقلنا حديثك صحيح سنن الترمذي أي شيء ناس يبدون البانه صحيحية وقال النبي يقول عليه الصلاة والسلام ما من قوم من ضد مجرى قوم كاسو يعمروا لغصنا يعمروا فيهم دحل رب المعاصي معاصي قوم كاسو هم أيو أعزك قوك بران وأكثر كان تراب بران ممن يعمله قفك ثمان تصنين ثم لم يغيروا أي سبب درين ثمان تصنين أو يسمون كركسورين
إلا هدي جران عمهم الله الله وكو كلا جارسيا بإقام العذاب إقام الدون الله كعام إنه كلا جارسيا نبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم قوم ما جران معاصلك لح سمينا هدي جران أو هدنا بدك معاصل سمينا يكحيقه أو كتر بران أو هدنا ممكن كأن سوري هدي تاسو دعوه إلهي كل قد إقام أيو كسما تسنوى نسك القرآن كسوا وقرآن سويري واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه فتنه اسك الى علي ان غوركم نقدرين بدك وحا ويان حمام تصمينا الا عنهم هم الله بعقاب اله عقاب ايوكو صلبا او كعنمه كرجاسيه ما تاسنا سيده قران كنسفيسي وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً إِسْكَ إِلَارِيَ فِتْنَةً أَسِيبِ دُورِين غَارَ أَهَان دَكِي سَمَيَّي حَتَّى فِتْنَةُ تِمَادُ أَوْ عُقُوبَةُ أَدُن سُو دَكْتُ وَحَا وَيَن صَالِحَ يَطَالِحَ وَكُلُّ وَعَنِينَ مَرْكَ هَلْكَس وَحَان أُغَانَي عُقُوبَةُ وَحْيَالَهَا كَيْنَا وَإِن لَغَا تَغُ أَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ حَتَّى وَحَان كَمَيْنَي أَمِير ظَالِمًا مَحَا كَيْنَي مَرْكَ تَن وَحَا كَيْنَي حَتَّى سِيدَان هُورَ أُشِيغْنَي معاصره عيد الله ربا اني سوريده كهرتقته وصائش فساد كودن توجيده او اي واجب كو توغو هريده ويهن اميد سغا كو اي واجب كو تا كل وحيالها فساد كينيه وحا وين قف والبا واجب كو تا انو لا دغالم انتو اوودو او سوريو لكن اده هو واجب نو بلا واسق لا سغا ووديو هيس اي سلطدي مركه واجب اي تحاي ودوين كزينده لوغو فافينيو waxa weeyaan lagu faafinayo akhlaaq xumada lagu faafinayo shirkiga lagu faafinayo ilhaadka lagu faafinayo bidaacda kulli waxa san quraafada kulli waajib ay ku tahay qof walba inuu wax awoodo ka suuriyo amirka laakiin kulli wax inta inuu wada suuriya laga rabo ila waa wada awoodaan ila sabu sultadii uu leeyo marka sidaas uu si gooni ugu soo qaadanay xaafid وروى أبو عبيدة وحوريي أبو عبيدة ابن عبد الله المسعود وي أبو عبيدة مالك أبيه سنة وحكما مقلين وروى مالك وحوصو سنة انت صموتنا وحوين حديث كسنة سائلتك وشفتين وموتيو ربا حيال أبو عبيدة أبيه حديث كما مقلين حديث كان أبو عبيدة كما قورينا عبد الله المسعود لكن شواهدك بحديث كوي يالا الدونة وروى أبو عبيدة وحوكوي إن عبد الله المسعود عن أبيه أبيه قال وحيري قال رسول الله رسولك الله وحيري صلى الله عليه وسلم والذي الله بان كبارتي نفسي نفسي بيده جعنتي سيكون جرتو إلا تأمرون وحد فريسا بالمحروف وناك ولا تنهون وات فيبيسا ناد فيبيسا عن المنكر منكرك معروف وحا أبو سرية وتوحيدك منكر نوحا أبو وشركك معروف وحا أبو سرية الله أمره وتوحيدك waxa ugu sareeya munkar oo la reebana waa shirkiga marka munkarka dhamaantiska ugu weynaa kan uu yahay waa inaad suulidaan oo tareertaan macruufkan amartaan wala taakhuduna wa qamaraysan oo qamaraysan ala yadil musii qofka xumaanta sameeyay gacanta ku dhageydan oo waa tacelaydan wala taqburunna wa tsolaabaydan oo ku soo laabaydan qofkaas ala alhaqi haqad ku soo laabaydan atoran laabid haqa ku soo ereydan ku soo laabaydan oo hadaa sidaas yeeli weeydan la yadriban allah ilaahay wuxuu isku garaacin bi quluubi baadikum gabal in kamida quluubtooda ala baadin gabal ka kale macnaha quluubtiina allah isnaxsiina wey quluubtiina ayaa allah isnaxsiina oo la isku kinkeen weynaya quluubta isnaxaysa ثم يلعنكم الله وان لعنه نحريستي سو ان كفوغين كما لعنهم سدو لعنه يعني و خله جيده بني اسرائيل سدو رير بني اسرائيل الله لعنه اي الله ان لعنه marka halkaas waxaan ogaanay munkarka suulintiisa iyo macruufka amridiisa waa waajib hadii la waayana waxay keentaa ummada tafarru iyo kooxaysi iyo kala tag iyo naciib iyo laba in meel isugu keen waa inay ka dhalato marka uquubadu meeshii nooga tirid inaan dareenad mudda yaani bani israayil ala lisaani daawud nabi daawud arabkiisa sidii allah ugu lacnaday oo kitaabkii nabi daawud nasiyo zaburaha ayay qoomka noocaas mal culin inay ku sugnayd wa ciisa ibn maryama ciisa ibn maryama aha sida loogu lacnaday arabkiisa oo kitaabkii injiil ayuu nabi ciisa la siiyay ayay ku sugnayd inuu mal culin yahay qofka noocaas ah حديثك مركع إلاذا كنت تواه شيئاً حافظ كنا واتو سالي وحو يلي وعن أغلب واحد لغير يدمك ماي
ان حديث كفر الا لو كنت تواش يعني وانا كجد بينا الا لو كنت واه وهي انقطاعك بحجره ليش الا البيد اي ابي عبد الله المسعود الا لا سكت جبت الا بس وانا صوش انا كجد بينا وعن اغلب ابن تميم وحل غير قال وحير اغلب حدثنا واحنا ورى المعلى بن زياد عن معاويه بن قره عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير صنفان لبن لبراس من امتي امه الى كميت لا تناله غير من شفاعه الجدير لبن مو معناها هو لبا سنفي ولا قف يا لغه ما وا لبا سنفي او لبا سيفو سوس اتضت كياشه وي شفاعه النبي محمد غارمي صلى الله عليه وسلم سلطان وحنا شفاعه النبي اهل الكبائر وحنا بقى كسر شفاعه الاهل الكبائر اهدت اهل الكبائر شفاعه النبي واهلا لكن كوان وكسي درين وضط سيدوني الله خصيصي والله تقوري من تكرر الله سلطان ومن سلطة هايستا وما رحمه صاحبه دو سلطة سلطة هايستا سلطة هايستا ما ترون قفاها هاتو اما كون قفاها تنتو لها اما قول هاتو اما ودن هاتو دو سلطة تنوي قف سلطة صاحبها سلطان كاسو ظلوم ظلم بلا ظلم بلا وضطك ظلمية نفتولة مالكولة اردقولة سلطان تاس سلطان كاس وغشوم قيانة برا أو بد كاس ومسؤول ككي هي خائف وا بد كاس ناسح معهم برا إنه كسوري وكعري وجود دلال ما إنه ولاد يا مصلحة وسويش إذا وجود دلال ما كاس وهرية أو شفاعة ما بيجاري إيه وغال في الدين من دين تكو حد جدبي أو غالي أو قلوب الدين يتجري أو واحد ويان تشدد تسمعي أو واحد حرم وحي الله حلله wuxuu wax weyn wax ku gaalaysiin waxa Alla wax ku gaalaysiin wuxuu wax weyn xaraa oo wax weyn xarima wixii mubaah aha waa ahlul ghulub mutashaddid ah oo wax weeyaan xuduudii hore uga gudbay kii horena wuxuu ahaa jaafin ka gaabiyay marka kaasna shafaacada nabi maxamed mahelo qofka qaariga ee diinta ilaahay ku xad gudbay ee wax weeyaan xalaashana wax xarimaya wax Alla xalaareeyay ama waajib ka dhiga waxan Alla waajib ka dhigay اما waxa weeyaan gaalnimada gaarsiina waxan alla gaalnimada gaarsiin nabi wuxuu yiri shaddu alayhi ummat asaqu maqatika oo asagii qaadi waho kufriga asaga uga maqatika way tabarrawu minhu hatta way kabri maqa asaga maqatiga asaga naxunki kida oo markaa hore wuxuu leeyahay kufriga ay ku dhaceen markaas wadana bari ka maqawlay bari markaa waa in laga noqdo marka wuxuu yiri xafidu dahabi aqlab dhaif wi saasi ان شماس الدين حديث كان وكو سو اروريه ان ابي عاصم في السنه ان رقم قصدون يا شان سند كلو ضعيف هي وتلمامي وكو كره كو سو اروريه سلسله احاديث صحيحه رقم كافر بغليه قطرات مركا اسم شواهد سو اروري وان حسن شواهد داس اي حسن كن نكون سيده كليته مشهور حسن ان كتاب كتحقيق في عن كليه waxa weyn asna shawaahidu soo arooriyay kitaabkan tahqiiqo uu kuleeyahay musqadiisa waxa weyn wuxuuna yiri wal hadithu sahihun wa lahu shawaahid shahidun qawiyun sidaasayuu wa qadara wa huwa hakara hadithka wari ibn mubarak abdullah ibn mubarak faqala wuxuu yiri hadathana mani aya ma wara ma qala hadathana muawiya ibn qurra bin nahwi hadith kana kale wa mani'na la yutra lama uga man huwa wa majhul wa qala muhammad ibn جحاده وحيري عن عطية عن أبي سعيد الخدري مرفوعة أشد الناس بدك كانوا أدك عذابا عذابا يوم القيامة ما لنت قيامها إمام وإمام إمام كسو جائر ووحويا حقا كل حضان عادل أهين إمام جائر مد كاسو بد وعذابا معناه أشد الناس من أشد الناس يلو لكي بد بدانا يسير أسكسو أرارتي أشد الناس منو يهي وحلو لكي من أشد الناس wuxuu kamid yahay dadka ugu xadaafka kulul ila musawirinta min ashaddi nas ashaddu nas ma yihiin lagu tilmaamay in aalu fir'aun ashaddu nas in ashaddu nas adaa ila yihiin dad badan sidaas ku soo aroray dadka kitaabka ilaahay gabalna fumeeyay gabalna beeniye sidaas oo kale marka kulli way iswaafaqsan yihiin waxa weeyaan min ashaddi nas ay ka wada midii adaab ashaddu nas dadka kan ugu daran waxa kamid ah weeye adaaban adaabka yowmal qiyaamada imaamun imaam imam kaysa jaayru haqa kalleexda oo adliga kalleexda waana hadis xasan ah sidoo yiri shaqnaas ibn al-albani sahih kan sahih wa an nabiy nabiy waxa laga wariyay sallallahu alayhi wasallam qala nabiy wuxuu yiri ayuha nas dadu muru fara bil ma'ruf wa na gafara wa na gafara shayna wa na bisala yaqan fara
ولو ريبا عن المنكر وحي شرعه لغو انكرينا ريبا وحي شرعه لغو انكرينا ريبا قبل ان تدعو الله الله ان تعدنان تويلو فلا يستجيب لكم مسلمين كأكبرين وحاولين ان تعدنان جارين هير انت الله تبتان الله انك أكبر ديدو حمانت ريبا وانا قرفا مركا وحاولين هذه الدكة أي كتغان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقوبة الله كسر لي من كاسي الله توبان الله نكي يرمى حير وحر ربا صببتي عجال ترف إليه إن الله تمعضو هذا ترى الإله يروي يلي ما يصببتي عجال ترف إليه إن إذا قرقا دمعاني ذات المكاس ملك عجال كوحا كينا إلي عقوبة ومان تنمى هايستا وحوين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الله قد مركز النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس تضعوا مروا أمر بالمعروف وناك أمر وناك وحاوه الرأي وصرأي وتوحيدك وحاوه ينوانه الرأي عن المنكر المنكر كمنكر وحاوه وشركك كدبنا أنت كنا مراتبك لديه قبل أن تدعو الله الله إن تابنان توقير فلا يستجيب لكم مسلم كان أكبر وقبل أن تستغفروه إن تابنان دم داف على كدلب وفلا يغفر لكم مسلم إن دم داخل إن الأحبار والمضي إذا أصبح من اليهود يهود حق إذا كاهاتي إيه والرهبان صوفي دي صوفي دي أصبح من المسارة المسارة حق إذا كاهاتي لما تركوا مركي كبتغين الأمر فريطان كالفرو بالمعروف وناك والنهي الرئيبيت عن المنكر قمان تضدك الله الرئيبو مركي كبتغين لعنهم الله إلهي واللعنة نحريسي سو كفوقي على لسان انبيائهم نبيان كود عرب كود يالغو اللعنة ثم مركز كقبال عما هم الهي بيب من اسرائيل كي وقت يستوغي وحو كالقارسي بالبلاء البلاي الامتحان امتحان اي الهي كالقارسي اوكو صلي حديث كنا صحيح جامع صغير كسو وين يكون يكو عفوا حسن حسن ويوضن كسو وين صحيح جامع صغير ما هنه سنة ابن ماجه عفوا صدح كون يو لبا بقول صدن يشان سنن وحاوي ابن ماجه سنن ابن ماجه يدين ضعيف مو ينيره سمير ها ما كان كان قوله هو جزاك وحاوي ابن ماجه وحاول الشيخ ناس يدون البان حسن وكغلب ابن ماجه ابن ماجه حسن أيوه كغلب أردو يسوي صميرنا وقال نروح أنك أقول بها سنة إلا في رمك مرضى إسكلافان وقال نروح عليه الصلاة والسلام من أحدث قفل سود الرسية في أمرنا دينك يعني بحيث أمرنا ودينك من أحدث قفل سود الرسية في أمرنا أرن كيغا هذا أوك في أمرنا أمر كيغا ما ليس منه وحن كمير أحين الدين كان وحن كمير أحين كو صدر فهو أي المحدث كان لسود الرسية رد مردود وامر لردنا غير مقبول أن لأقبره ومردود من لأقبره مركا قف على قف كل إبادست وحوهي ان الهو ان الله يا رسولك يسو جيدين او دينك نبي اوغا ان كاميل اهين وا مردوده سداس ويهان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث قفتي سود الرسيه حدثا تعرض حل ولا جيد حدثا شيخ محمد بن صالح العثيمين مركوش مجموع الفتاوي مجلد كشناب وكو شرحه لبقل كنتن يسغال حدثا طلب سو غريب حدث في الدين دين تقف بدعكو صوت داري إن لو رجيرو إيوه وحاويان حدثك إن لو رجيرو وحاويان شيء أو جريمة قفو ديري وحاويان وحبو قعي إصبارو سنيي لبادة بواسيو قليا قول المفيد كتاب توحيد كل شرحانة مجلد كوباد لبادة قلبة تنيافر وإسر هذا الكاس لفتك سواكو كان من أحدث هلقا سواكو كان من أحدث قفو سواد الرسي حدثا بدعو أنا جريمة جريم قال اصبروا بالتي قف ودلي ان وخصوص سميهي دروب او شعبك اي دينكود اي نفتو مالكود كو فسهادين انا او انا بيد اه انا واخا وين جريمه قال قف ودلي وحبو دعي حبو خياني قاعد وحكو دلي وحاس سميه من احدث قفك سود الدفسيه حدثا ان بيد اه انا سي جريمه او اوا انا سو دويه محدثا واخا وين محدثا ده او انا سي اوا سو دويه محدثا قفكي دمبي غلاي دمبي غلاي دمبيري سو دويه قفكي جريمو غلاي
بدعوه يبلايوه يشركي وفافنا أفكار أو منحرفاه وفافنا كان قباد وقية أما سواح ويندمي وقلقوف مسلمي هو الدليل وحبو دعاي وحبو سميه كان قباد وهو إلى علينا وطبع كمارينا مكا قصاص تسي لوغة فريا لما أركو سي وحا ويندمي لوغة فريا لما أركو ساقع إلى علينا مركا أمي ها هذا انحراف دينيه وفافنا أما ها هذا كريمة وكالي طوقف غاي طوف كسو دويوي او اوام محدثن فعليه كركي سهاها طلعنة الله إله اللعنة دي سواكو بعض والملائكة ملائكة اللعنة دي كركي سهاها والناس واللعنة الناس دادك اللعنة دي كركو دهاها تحكم عين دمانتون لا يقبل الله ألا كما أقبل منه أساق صرفا واجب ولا عدلا سننا ألا كما أقبله وان حديث بخاري مسلم وريين حلو لكذا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حلو لكذا ان هذا الكاس ايمره معنيه قول معناه كف فصرا بعد كامله سيده اميري فرت ان لو لجهد صرفك عدلك ان لو لجهد ثم اسمعي وقول الى راسه صرفك وحا لو لجهد توبه عدلك ان وحا لو لجهد فديه توبتنا الله كما اقبله فرشان الله كما اقبله ساش ويهيان ان ابو معاني داس كامله لكن معناه هو صوابسن او هو وحي تهي لا يقبل الله الا كما اقبله فريضه ولا نافلة قبول رضا لو لم يجدوا كان صحيح ميدو اي واحد وين لما شينا في شقيس كما له وين قلت محبلا واحد وين لا تجزو يا لا تقبلوا واحد وين يكون دوين مربلا واحد وين لقما أقبلوا واحد وين قبول رضا قفكي إن لقى الثواب سي عملك اجزاك أنا وين واجبك كدع واحد وين أن لقى الدلبين دب دمبي marka waxa weeyaan waajib iyo sunnada uu sameeynaayo xaaladda uu dambiga isku jiro waxa weeyaan la yaqbalu qabula ridawi laga aqbali ma aqbal oo alla raalika yahu laga sawaabinayo laakiin waajib waa wadhe saas macnaha sawu sawaab ana sawu sawaab wa qala nabii xud alayhi salatu wa salaam man la yarham qof kan xariisayna ummadda umma xariisay muslimka ah la yarhamu wa man xariisanayo أصلا أن حريص الآن إلهي لأنه كسوك وحديث صحيح البخاري إيه مسلم بيوريين وقال من المخلص صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله ألا أمان حريصته من لا يرحم الناس قف كان ضدك أمان حريصا بخاري يا مسلم أصلا وريه قف كان ضدك أمان حريصا ومؤمن فين أصلا الله أمان حريصته إلهي أمان حريصته وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أمير أمير مجره أمير كاسو يلي تولينا أمور المسلمين مسلمين تعرموه أرموها مسلمين تعمان وحهم كم متعة وهذا أما وح يلي وح وين ها هذا الطرنقف ها هاته وح كبرن صدنقف ها هاته سيديتنقف ها هاته صدح بول ها هاته كنقف ها هاته تولم مقاله قبل ضل وح يلي تهاته مجره قف أمير إيه تولي أرموها مسلمين توح كم متعة ثم لا يجد لهم أن الدارين وينصح لهم أن باعت النقين أن أقر قيميرين إلا هدو جرو لم يدخل مقالو معهم لتركوا الجنة جنب جنب الله مقالو سوء مجد حديثي وردتو جنب وعلى قحر نكوانا فصيرا جنب الله مقالو وحويان عقوبان إلى الله سوء عقابو ولغا سوء قوة دمبيغان جنب الله مقالو أول كدتك قلي سيداسوه الله مقالو وانا حديث بخاري مسلم وريين وعن النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم قال الخبير من والله الله قفك إلهي هو ولدك شيئا شيء وهي لا بهبط ناضه شيء قاس من أمور المسلمين مسلمين ترموه بك مدعا وفحت كبس كحجابة دون حاجتهم وحوين دون حاجتهم باهدوا ذك كسو كيس كحجابة وخلت بنتوا ذك كحجابة وفطر باهدوا ذك كحجابة احتجب الله الله ذك كحجابة دون حاجت بنتيسة وخلت بنتي دون حاجت باهديسة وخلت بنتيسة وفطر فقر ذيسة يوم القيامة ما ننت قيامة قفك وح مسلمين تأرنوه ذك كمدا ملاح كان نغو توقفوا مسؤول كيه قفك كمدوه دنكسو ياشو مسو قلكم يريد يلو دين اما دو مرمر وحي او قبكر او قلم الهي وكو ابال مريم مالك او باهي بنيو قيامها ان الهي باهي سو كقبا عقوبه كدر ما جيتو وها ويان عقوبات شديده بان الهي وين مالك سو كو قبنا وح اد كو بدالي كرت او كلمه جيران ما جيران حتى الهي باهي مالك سو كقبا وح اغلي راه كو بداديس marka qof kasta waa inuu ogaado
انت ابن مسؤولك كتاي هتاي صدح قفتها هاي دانت يا باهيده ايريه سي داعد نما او قابل او سو دوي او فرفرناو وحد كقبه كرت كقبه وحنا كقبه كرينا وحا ويان او قعدر دا لكن هداك وحوي اللي سكحي جابته او الباب كلو علشو او ات مير ميريدو او ات كان بلابته وحوي الالهي وانه سبحانه وتعالى بناها اللي سكحي جابي رواه داوود وروته الندي وانا حديث صحيحه وحوي شفنا في الدنيا البان وكو صحيح يا صحيح سنن ابي داوود وقال النبي عليه الصلاه والسلام الامام امامك العادل عادلك يظله الله الهي باحريا في ظله هركيس يوم لا ظل الا ظله مارن ان هركله جيرين هركي او عرشه ما اهن حديث صحيح كسوغا ان هرك عرشه لو لجيدو اي تاويل ما اهن وحوي الهي ما مارن كاس هريوي مارن كاس اي الله هريا سبحانه وتعالى وانا حديث بخاري يقول البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم المقصدون كو عدالات السمية على منابر من بريال كوكو يهانيا من بريال كاسو من نور النور الذين مقصدين تا يعدلون عدالات كو سمية في حكم الحكم كودة إيو أهليهم إيل كودة إيو ما ولوا وحي توليوا المسؤول كمغضي في المركة ما أنتر المسؤولية لغا حطليا أرور تأيها وينتا المسؤول كتاكوكا هم يولون هذا المسؤولية هاي aw wadan inta la hadlayo oo mas'uuliyad laga hadlayo ninka qoyska mas'uul mas'uuliyad weyn u haya intaas cadaalada aad u sameeydo ayaa ilaahay weyn ku siinaya min bahnuur ah dulmiga iyo jawrka aad ku sameeydana quwada ay ku mudan marka annaga fiiri hayalkiisa waqala nabii xudda al muqsiduna dadka cadaalada sameeya ala manabira min baryal korkooda ay ahanaya min baryalkaas oo min nuur nuur ah alladina ku yaa min baryal korkooda ahanaya yaadiluna cadaalada ku sameeyo fi xukumin xukunkooda wa ahlihi ehelkooda iyo wa ma walu waxay tawliyaan oo ay masuul ka noqdaan muslimi yaqaybkiisa ayaana wariyay waqala nabii xudda sallallahu alayhi wa sallam shiraru a'immatikum إمام يالكين الملحدين كوا وشرطة بضان الذين واقوا تبقدونهم آدو عروتان ويبقدونكم إنين عروتا ما دحضا إن النعب وإنين عريسان لذين كون آدو عريسان تنقوا صوو شرطة بضان أو طلعنونهم آدو لعنادان ويلعنونكم يقول إن اللعنادين كوا آدو لعنادين آدو لهم بلاية أن ملكو سرد الشمع يابدين أن ملكو سرد يقول إن الشعب ماهن ووحن كاركو بعض المصيبان كوا صوو شرطة بضان قالوا صعب وحيرا يا رسول الله رسولك الله أفلا ننابدهم يعني أفلا ننابدهم بالسيوف ما نمهك وقالي وحاسنا لعنة بيا ووحوا إنه عريسان وان لعنة بيانا ميانا نمهك وقالي ريسك إريين قال نبي قل الله مي ما أقاموا فيكم الصلاة انت صلاة التكنية حديث كانوا حديث تعد عد الكميلة وتوصية تاركوا صلاة المكافرية المدونة يدري شدين ناسو كتوصانا وحي تهي حديث كريتات تسا حديث كلا نبي ومركو كان لا يسلطان كلا دقال لكي سنبسيت كا ويريل إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ما كرتي كفر بواحا أو انتويل أقبلي أيها الله تقال لنا ويريل نبي صلى الله عليه وسلم كلا نبي حيث انتي صلاة كتغير ما كوا إن صلاة كتغير دوتاي كفر بواحا أو أن وحت أويل الله هين وينيت أمك رواه احد لبل حديث مسلم ايها وريي وحي كلا تسيدا ظلمي ان ان لو دغال من مرحبا او كفر كهوسيا وان حقيقه السنه وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله الا لا يملي وكاديا للظالم قف كظالم كا الى وكاديا هره كما قرت مكو ظلمي كو دحو حتى اذا اخذه مركو قرتو الله سوو كادينيو لو سوت سيتا ديرينيو قفكا ظالم كا اي ددك دينتودا نفتودا مالكودا عقدودا ظلميا مركا اوو دمبيا حتى اذا اخذه مركو الله قرتو لم يفلت مفكي الله دي دمبي او سو واخصدو ثم قرا مكا سنبي واخري وكذلك قوله تعالى واخري وكذلك سلاس ايوا هذه اخذ ربك ربك قد شديس وكذلك waxaa laga soo hadlay ummada farad badan oo alle halaagay ayaa laga soo hadlay oo waxa weeyaan looga soo hadlay suuratul hud waxa weeyaan qoomu nuuh iyo waxa weeyaan reer aad iyo reer samud ayaa laga soo hadlay ka badan iyo waxa weeyaan reer shucay qoomu shucay ayaa laga soo hadlay markaas kulli sidii loo halaagay marka laga hadlay iyo qoomu nuuh ayaa ila wuxuu yiri wakadhalika ay mithlu dhalika al-akhdh كذلك ما كان ركتو فعل كتب مستر كيسال ويشارا وكذلك اي مثل ذلك الاخذ قرشاس الله ان شيء
ee kufartaas alla qabtay ayuu akhdu rabbika rabbika qabashadi suha sidaas alla u qabta ida akhadha alquran markuu tuuloyin qabana wal khali yaqriyinku barimatu ay dulmiday nafteeda إن أخذه إلهي قد شديس عليم ومدحرون بلان شديد أرق إلهي من كان من قلنا قد شديس وقال النبي عليه الصلاة والسلام للمعاد معاد بن جبل وقل كيري لما بعثه مركو نبي قدر إلى اليمن اليمن إياك أما كان يمن قدر داعي وكاها معلم وكاها وهو المسؤول وكاها يوالي وكاها مركو مدام مسؤولي أهل وإنسا المسؤولية دا أمتك الظلمين فاسا مركو وإنسا درشان حافظ ذهب إياك وكرائم أموالهم سكال لغاد لي سكال لي نكو واجب يا أشيك أولي النبي صلى الله عليه وسلم مركض أشيك تحطي أقبلان وحن كاقد ديجي يا ماليان كو دكو أبو فعفعا إنا تراكو أسكين أتصول دبي أو أديك ستطبق إنا تكو ظلمي دو إياك وكرائم أموالهم إياك وكرائم أموالهم أديك يا وحنين كالد ديجي يا ماليان كو دكو أبو فعفعا واتق إسكيرالي دعوة المظلوم قفك لك قردر يا هباكيس قف آد ظلمي دي اي أدوك أدو الشيء اي أدوك باوع دي اي أدوك باوع دي اي أنتي سحوكو قالتي اي هميك سقد بحفة ليو إلهي توبية أدنى أدوك إنتهر دي اسكو دي يدو إلهي وعبسو أو حسوسو أرنتاس واتق إسكيرالي دعوة المظلوم قفك لك قردر يا هباكيس فإنه الشأن وحوهي ليس معها من بينها بين الدعوة حرارك إيه وبين الله الله بحدودة حجاب وحصر معاني ستوصة أي حرارك أصول الله يتوين اللعنة وقر قال المظلوم كمرا نغطرة متفق عليه وقال نبي القدر صلى الله عليه وسلم إن شر الرعاء قوة خالة تريالك قوة وشر بضان الخطمة وقوة بربرية waxaa waxa laga hadlayaa mas'uuliyiinta dadka mas'uuliyiinta ee mas'uuliyad alla u dhiibay waxa ugu sharbadan dadka mas'uulka ka yihiin aan u naxariisan ee burburiye oo naftooda maalkooda waxa weeyaan mid aan u naxariisay ee burburinaya kuwaas ugu sharbadan marka kuwaasna kan mid noqoto iska ilaali إن شر الرعاء وهو ينبت المسؤولين تقوى وشربا الحطمة وقوة بربرية بدك المسؤولين كيه متفق عليه وقال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة صده لا يكلمهم الله إله إلا هذا لما فذكر وقشير النبي منهم صده على أسعاله كمديه الملك بغر كالكذاب بيان لها أنا عشر تحديث كان قصوا بالله مسلم أوريه وقال تعالى إليه وغيره وقال الله تعالى الله سريه تلك تاس دي الدار إيه دارت الآخرة الضميرة وشنبا لبدا بكاسي فيه تلك تاس الدار إيه دارت الآخرة الضميرة وشنبا نجعلها وحنو يلينا للذين ضدك لا يريدون أن دورين علوا سرين تاسو في الأرض لكو كوكيس أهاتي جنبا وحان ودياريناي ددك ان او فكرين ادك كسر مرتي او وحو سو قاطي حافظك وهي طهي وحا ويهي ددك اماراده دونيه قارا وحي قصدكودو يهي اني ددك كسر مران او markay kasar maran ay dadka wax weeyaan amar iyo nahy ku yeeshaan qasadkoodu intaas uu yahay kuwa noocaasa marka dadka jannada loo diyaariyo ma aha oo jannada leh saas uu yiri sheekh maxamed salih al-faymin ma ku sharxay fi al-salihin ayda leftekin tilka taas adaru e darta ah darta al-akhiratu dambaydo jannada ah naj'aluha waxaan u yeelayna lil ladina dadka la yiriduna an dareen ulwan sarayn في الارض علو جاسو في الارض لوكا كوركيس اهادا اني لوكا كوركيس كو سارا مارا ددك اي حكومان waxa weeyaan amarkoodu iyo nahyigoodu socdo dadka aan sidaas doonin dadkaas aan u diyaarin wala fasadan fasadna aan doonin oo burka inay fasaadiyan oo macaasi ay burka ku sameeyaan dadka aan rabin burka fasaadka waa macaasi lagu sameeyo ee waxa weeyaan shirki lagu faafiyo bidca lagu faafiyo ilhaad lagu faafiyo dhiga muslimka lagu daadiyo maalka muslimka lagu bilaqaysto waa weyn taas weeyaan fasad waa macaasida uu kugu sameeyo wal aaqibatu irbta wanaagsan oo dambe lil mutaqina dadka alla ka cabsada dadkaas uu sugnaat wa qala nabiyyu nabiyyu xudu sallallahu alayhi wa sallam innakum idinka tahrisuna wa dadalaysan ala al imarati madhnimat ku dadalaydan wa tradayda wa dibtorayda wa soo jeedayda wa satakunu nadamatan shalaytaysa noqdonta yawm al qiyamati malin ta qiyama
سيدي لوغو دغاري وا لوغا شلاي دونا رواه البخاري وريي الله سبحانه وتعالى اللهم صلى الله وسلم وبارك.